نقلة نوعية شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال قمة في القاهرة جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي والمستشار النمساوي ورؤساء وزراء كل من إيطاليا، اليونان وبلجيكا. قمة شهدت إطلاق مسار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المشتركة. وصاحبتها حزمة مساعدات أوروبية بأكثر من 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري. نتابع الملف من القاهرة مع المستشار السابق في صندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي. دكتور فخري، أهلا بكم معنا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. بشكل مباشر، ترقية الشراكة التي جرت اليوم بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، هل سيحسن الوضع الاقتصادي في مصر؟ تحياتي لك سيدي وللسادة المشاهدين. بالطبع تؤدي هذا التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي هذا التعاون بدأ منذ عقود، بالإضافة إلى يعني قرب يعني الجغرافي بين مصر والاتحاد الأوروبي. هذا التعاون والمساندة الأوروبية لمصر بمبلغ يصل إلى ما يزيد عن 8 مليارات دولارات أو ما يعني 7.4 مليار يعني يورو في هذه الحالة، وداعم في الوقت الحالي للاقتصاد المصري، على اعتبار أنه العلاقة والمشاركة بدأت منذ 2004 يعني نعم. يعني نحو دكتور عذرني على المقاطعة، فقط نريد أن نفهم أكثر. 8 مليارات دولار هذه المساعدات الأوروبية لمصر في شكل ماذا؟ هي عبارة عن مزيج من هذا التمويل، مزيج من المنح والقروض. القروض الميسرة سوف يتم صرف 1 مليار يورو يعني فورا، بالإضافة إلى 3 مليارات يورو من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات ونصف، والباقي في هذه الحالة في استثمارات صديقة للبيئة. هذه هي الحزمة التي يدعم بها الاتحاد الأوروبي مصر في هذه الحالة. نعم، ولكن دكتور فخري تعلم جيدا أنه من يستمع إلينا الآن وكما يقال بالعامية المصرية يعني أكيد مش ببلاش، يعني هذه المساعدات الأوروبية لمصر في مقابل ماذا؟ بالطبع الكل يتساءل كيف يعني هذه المساندة يعني منذ يعني فترة، وكنا يعني مصر كانت تمر مرحلة ندرة في النقد الأجنبي. صحيح. لكن بعدما اتخذت مصر بجرأة في هذه الحالة الإصلاحات الاقتصادية، خاصة بمنح القطاع الخاص دور رائد في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق مرونة سعر الصرف في هذه الحالة عندما توفر النقد الأجنبي من مشروع الشراكة في يعني الاستثمار الإماراتي في مصر في رأس الحكمة، أدى ذلك إلى قيام مصر بتحريك سعر الصرف طالما لديها حصيلة كافية من النقد الأجنبي في هذه الحالة. بالفعل اتخذت هذا القرار منذ 10 أيام، وعلى هذا الأساس بدأت الأمور تتحرك. صندوق النقد الدولي يعني توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في استعادة واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمراجعات التي كانت متأخرة في هذه الحالة، ورصد لمصر ورفع التمويل الإضافي لمصر، بدأ من 3 مليارات، زاد هذا التمويل إلى 8 مليارات، بالإضافة إلى تمويل آخر استثنائي بـ1.2 مليار، يعني الإجمالي في هذه الحالة من صندوق النقد الدولي 9.2 مليار دولار. أتى في هذا الطريق باعتبار أن شركاء التنمية لمصر هم الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة، سعى صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية في الحصول على ما نسميه financing assurance أو التزام بمساندة مصر في هذه الفترة. نعم. وعلى هذا الأساس بنجد أن مصر
في هناك شراكة مصرية أوروبية قديمة، بالإضافة التعاون المستمر في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية لأوروبا، خاصة أن هناك العديد من النازحين من السودان وغيرها من الدول الأفريقية في مصر حاليا. تماما دكتور، يعني سد مانع للهجرة غير الشرعية في هذه. دكتور، هل يمكن الحديث على مسألة أنه مسألة التعاون مع مصر فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، هل يمكن مقارنته مع الاتفاق الذي جرى سابقا، الاتفاق الأوروبي مع تركيا مثلا، كي تكون يعني بوابة أمام المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون الأراضي الأوروبية، أو الاتفاق الذي حصل مع تونس كذلك في فترة سابقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الأمر يتكرر الآن مع مصر أم لا؟ بالتأكيد ده في إطار هذه الاتفاقات مع دول شمال القارة الأفريقية وهي المغرب وتونس ومصر في هذه الحالة. أعتقد أنه ده عامل مهم جدا، وأن الهجرة غير الشرعية تؤرق الاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي يرغب في يعني هذه الهجرة، ولكن بشكل انتقائي وبشكل منظم في هذه الحالة وتحت الرقابة المفوضية الأوروبية في هذه الحالة. لذلك مصر يعني تقف صامدة في وجه هذه الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ فترة طويلة ومنذ عقود، وتكريما لذلك في هذه الحالة مع الظروف التي تمر بها مصر في هذه الآونة، خاصة مصر محاطة يعني من كل الجوانب بتوترات وصراعات يعني إقليمية حول مصر في هذه الحالة، يعني تستحق مصر أن يتم دعم الاقتصاد المصري حتى تستطيع مصر أن تقوم بمهمتها في دعم الاستقرار في المنطقة وتخفيف الاضطرابات في المنطقة في هذه الحالة، لأنه هذا من مصلحة الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول التجاري والاستثماري لمصر، الشريك التجاري باعتبار أن ربع التجارة في مصر مع الاتحاد الأوروبي، هو شريك تجاري مهم. بالإضافة إلى أيضا شريك استثماري لمصر، بحيث أنه في هذه الحالة يشكل 35% من الاستثمارات في مصر تأتي من الاتحاد الأوروبي إلى الأوروبي. جانب طبعاً طيب على سيرة يعني الاستثمارات يا دكتور، دعم مصر للغاز في فترة يعني سبقتني إلى النقطة التي كنت أفكر في أن أسألك عنها الحقيقة دكتور فخري، مسألة الغاز يعني، وهي ورقة كذلك مهمة لدى مصر، اكتشاف حقول الغاز في المياه الإقليمية المصرية، يعني هل يعني هذه أيضا عامل جاذب للاستثمارات الأوروبية في الفترة المقبلة؟ بالتأكيد يا سيدي، لأنه في الفترة التي الضائقة التي مرت بها أوروبا عندما فرضت العقوبات على روسيا تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في هذه الحالة من روسيا في هذه الحالة، قدمت مصر يعني 8 طن من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وكان في هذه الحالة مساندة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي. صحيح أن مصر حصلت على ما يقرب من 8 مليار دولار خلال عام 22 و23 من تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فالعلاقات وثيقة متشابكة، ولذلك ليس غريبا أن يتم رفع هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كافة المجالات، سواء كانت مجالات الأمن وأيضا في مجالات العلاقات الاقتصادية، سواء كانت في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية والطاقة والتعليم والثقافة في كافة المجالات. وده رفع لهذا المستوى الشراكة التي بدأت منذ عام 2004، وفي 2010 تم رفعها إلى منطقة تجارة حرة، بحيث أنه تم إعفاء الصادرات المصرية إلى يعني الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، والعكس كذلك بالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر في هذه الحالة. نعم دكتور الفقي، يعني دعني أسألك مثل ما بدأنا حديثنا قبل قليل في هذا النقاش، يعني كما تفضلت انعكاسات هذا التعاون أو هذه الاستراتيجية التعاونية الشاملة بين مصر وأوروبا، كما حصل مع في التعاون المصري الإماراتي في مشروع رأس الحكمة بعد أزمة الدولار في مصر، يعني كان هناك استقرار في سعر الصرف بعد ذلك.
هل سيكون هناك انعكاس هذه المرة أيضا برأيك على سعر الدولار في مصر بعد هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي؟ بالتأكيد ده يعني عنصر مكمل وداعم إلى الاتفاقية الشراكة التي تمت بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، يعني حصول مصر على 35 مليار من 11 مليار يعني استحواذ على الوديعة الإماراتية بالجنيه المصري بسعر الصرف الرسمي بالإضافة. فإذا هناك 35 مليار خففت من يعني الوضع الذي كانت تمر به مصر من خلال يعني ندرة النقد الأجنبي، يساعد هذا مصر أنها تأخذ إجراءات حاسمة في مجال تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى أنه أتى بعد ذلك اتفاق صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، وسوف يتم أيضا على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الأيام القليلة القادمة يعني وجود يعني رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء الحكومات الاتحاد الأوروبي، 5 دول موجودة النهاردة في مصر لكي تبارك رفع المشاركة إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة. ليس غريبا في هذه الحالة لتوطيد العلاقات، أعتقد سعر الصرف الجنيه المصري مقابل يعني الدولار والعملات الأجنبية الأخرى زي اليورو والين والاسترليني إلى آخره سوف تشهد استقرارا وانخفاضا متدرجا إلى مستوى الذي يعكس قيمة الجنيه المصري ويعكس يعني مقومات الاقتصاد المصري في الأحوال العادية في ظل وفرة النقد الأجنبي أو إتاحة النقد الأجنبي الذي حصلت عليه مصر خلال الفترة الحالية، سواء كان من دولة الإمارات الشقيقة أو كان من صندوق النقد الدولي أو كان من الاتحاد الأوروبي وأيضا البنك الدولي من خلال زراعي الذي يمد. دكتور باختصار شديد يعني وقت انتهى، ولكن من توقعاتك دكتور يعني أن يكون ارتفاع الجنيه ارتفاع كبير يعني نسبي ملحوظ بشكل كبير أم يعني استقرار في نفس المستويات الحالية؟ لا بالطبع سوف ينخفض تدريجيا عندما تم تحرير سعر الصرف بالكامل منذ السادس من مارس الماضي تقريبا حوالي يعني 10 أيام، بنجد ان سعر الصرف عندما تم تحريره يعني بدأ ب 51 جنيه للدولار. طيب. النهاردة في البنك بنلاقيه ب 47 جنيه وسوف ينخفض، واعتقد انه سوف يستقر عند مستوى 35 ان شاء الله باذن الله خلال فتره قادمه، 35 جنيه يعني 35 الى 40 جنيه للدولار في هذه الحاله الى 40 جنيه في الفتره القادمه، وده يعكس امكانيات الاقتصاد المصري الحقيقيه في هذه الحاله. شكرا جزيلا لك، يعني اخبار مبشره منك دكتور فخري الفقي المستشار السابق في صندوق النقد الدولي، شكرا جزيلا لك من القاهره.